اعتراف 3 دول أوروبية بالدولة الفلسطينية هل يمثل ضغط على الجانب الإسرائيلي؟ لأنه تم الحديث بأن ذلك يعقد الأمور كما تتحدث إسرائيل. يعني هو طبعا أحد وسائل الضغط، يعني هو دايما كما ذكرت في البداية هناك مجمع من الضغوط الدبلوماسية والأخلاقية على إسرائيل، وهذا يكشفها إزاء نفسها وإزاء تواجدها في العالم الغربي. لذلك يعني أنا أرى أنه ده خطوة للأمام من جانب الحكومات الأوروبية، رغم أنني في اعتقادي أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية جرى منذ عام 88 عندما أعلن الرئيس ياسر عرفات في تونس مولد الدولة الفلسطينية، وهناك بالفعل تمثيل دبلوماسي لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى ما يقرب ما يزيد عن 100 دولة. يوجد في القاهرة حاليا سفير إسرائيلي كامل الأهلية قدم أوراقه إلى رئيس الدولة ويعامل معاملة السفراء، فهي نقطة إيجابية بلا شك، لكن في نفس الوقت ليست يعني لا زال أمامنا الطريق طويل حتى نرى هذه الدولة بالفعل واقعة على الأرض وتعامل معاملة الدول الأخرى. ولكن ألا يحدث ذلك انشقاق داخل الكيان الأوروبي؟ لا أعتقد أنه انشقاق، يعني في هذه كلمة كبيرة، ربما يحدث يعني يكون هناك خلافات لأن فرنسا تؤيد لكنها ترى أن يتم ذلك في ظروف مختلفة. في دول لم تعبر عن نفسها، وفي دول يعني وضعت بعض الشروط، ودول تحاول أن توازن بينما تراه المشكلة الفلسطينية والمسألة الإسرائيلية. بلد مثل ألمانيا التي تتحمل جزءا مما يعني من إقامة دولة إسرائيل نتيجة الجرائم التي جرت أثناء الحرب العالمية الثانية، لذلك فبعض الدول بتشعر بالحرج، وأحيانا دول تحاول المزايدة في تأييد إسرائيل لمحاولة استرضائها واسترضاء اللوبي اليهودي واسترضاء الولايات المتحدة التي لديها ميل خاص في اتجاه إسرائيل. فهناك عناصر كثيرة معقدة، لكن أنا من الذين يرون دائما أن أول الغيث قطرة وسوف يأتي بعده ما هو أفضل. نعم، المحكمة الجنائية وأيضا محكمة العدل الدولية من المنتظر أن يكون لها قرار فيما يحدث في رفح في الغد. إلى أي مدى مثل هذه التحركات القانونية يمكن أن تكون عامل مساعد لوقف أو للتهدئة؟ هي بالفعل اللي دفعت إسرائيل لقبول التفاوض كخطوة يعني حد أدنى أنها تبدو مرنة في الإطار الدولي، لكن لا أرى أن شيء، لأنه أنا من المعتقدين أن محكمة العدل الدولية ليست مثل المحاكم المدنية الموجودة في الدول، مسلحة بقدرات تنفيذية وواجبة يعني النفاذ وفقا لأحكام دستورية وغيره من الأمور. العالم قام بهذه المحاكم يعني لإصدار أمور ذات طبيعة أخلاقية وطريقة يعني تنزع أحيانا يعني الشرور من بعض الدول. لذلك فأقول أنه يعني لا ينبغي لنا أن نتوقع أن إسرائيل سوف تتراجع بسبب هذه الأحكام، والأرجح أنها يعني سوف تندفع أكثر في الحماقة تجاه هذه الأمور. ولكن لماذا تفكر الولايات المتحدة في فرض عقوبات إن كان على الجنائية الدولية أو على العدل الدولية؟ الولايات المتحدة ليست موقعة على الجنائية الدولية، إنما العدل الدولية جزء من مؤسسات الأمم المتحدة، محكمة العدل. ولذلك فعلينا أن ننتظر، يعني هو في الولايات المتحدة لديها وجهة نظر أن مؤسسات الأمم المتحدة كلها تعمل لصالح الفلسطينيين والعرب بسبب وجود عدد كبير من الدول الإسلامية والدول العربية على وجه التحديد، وطبعا دول أيضا من الجنوب اللي هم بيسموه الجلوبال ساوث، يعني اللي هو عانى من الاستعمار وعانى من سوابق يعني لحركات تحرير
إلى آخره. فهناك نوع يعني حسب أحكامهم أن ذلك يحدث في نوع من التحيز، لكن نحن نقول لهم أيضا أن الولايات المتحدة كانت دولة مستعمرة هي الأخرى وقامت بحرب تحرير، وأن من حق كل من يجري احتلال أرضه أن يقاوم. يعني عندما تدفع إسرائيل بخمسة ألوية عسكرية إلى رفح وتستمر في هذه العمليات العسكرية بكثافة داخل رفح، كيف نفهم بأنها تتحدث الآن عن التفاوض؟ وهل الجانب الآخر حماس يقبل في هذا التوقيت وبهذا الشكل أن يخوض هذا التفاوض؟ يعني هذه مسألة معقدة، يعني جميع الحروب جرى فيها مفاوضات موازية بما فيها الحروب العربية الإسرائيلية كلها منذ عام 48 حتى الآن، وكان فيها جميعها هذا الحديث عن الهدنة ثم أحيانا كسر الهدنة كما جرى في حرب عام 1948، كان هناك هدنتين وليست هدنة واحدة. فالجزء ده من تقاليد الحروب وبالذات الحروب العربية الإسرائيلية والفلسطينية الإسرائيلية، لذا المفاوضات تسير يعني بالتوازي مع ما هو حادث، وتبقى الموقف يعني أعتقد هذه معركة إسرائيل الأخيرة، بمعنى أنها تقول أن غزة فيها 4 كتائب وأنها سوف تقوم بتصفية هؤلاء 4. أنا أظن أن هذا غير صحيح، لأنه يعني إسرائيل قالت أنها سوف تنتهي من هذه العملية مبكرا كثيرا عما هي وصلت إليه الآن، والواضح أن ما تتركه من أماكن وتقوم بالهجوم في أماكن أخرى تقوم حماس وحلفائها من الحركات بأنها تبدأ العمليات منها مرة أخرى، مما يدل على أن قطع دابر هؤلاء ليس ممكنا، وأنه في الحقيقة يعني لابد أن نجلس أو يجلس الأطراف على مائدة التفاوض حتى نصل إلى صيغة يمكن بها الخروج من هذه الحرب. لكن التجربة حتى الآن أن كلا الطرفين يرى أنه منتصر، إسرائيل ترى أنها منتصرة لأنها قامت بتدمير غزة بقتل عدد هائل من الناس ومن الأطفال، خلقت حالة من الرعب مرة أخرى والمجاعة داخل قطاع غزة. حماس ترى أنها انتصرت، لأن طالما أن إسرائيل لم تحقق أهدافها التي أعلنتها فمعنى ذلك أنها انتصرت. هذا التعريف للنصر لدى الطرفين بيدفعهم في اتجاه الاستمرار في الحرب في الحقيقة وليس الخروج منها. ولذلك يعني علينا أن نستمر في المحاولة، لكن أيضا في المراقبة، لأن الحرب ليست داخل غزة فقط، هي دائرة داخل البحر الأحمر وتقوم بتعطيل قناة السويس كما نعلم نتيجة الهجمات الحوثية على التجارة والملاحة الدولية. الوضع حرج أيضا على الساحة اللبنانية الإسرائيلية، فالحرب يعني ليست مقيدة فقط بقطاع غزة وحتى بالضفة الغربية، ولكنها تأخذ ملامح إقليمية خلال المرحلة الأخيرة.